أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن تطور الموقف الروسي الأخير من الأزمة اليمنية وأهميته على صعيد تعزيز الموقف الدولي الموحد إزاء الملف اليمني. تطور جديد في الموقف الروسي تجاه اليمن، هذا ما تؤكده تصريحات الخارجية اليمنية والمبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. ففي زيارته الأخيرة لموسكو ولقائه بالمسؤولين الروسيين، قال المخلافي في لقاء خاص مع روسيا اليوم إن موسكو أكدت دعمها للحكومة اليمنية وقطع تواصلها مع الانقلابيين ودعمها لتنفيذ القرارات الأممية وعلى رأسها القرار 2216. يأتي هذا التأكيد بحسب محللين نافيا لما أورده في وقت سابق حديث مستشار خامنئي علي ولايتي عن تنسيق مشترك غير مسبوق بين إيران وروسيا في الملف السوري سيشمل اليمن مستقبلا، فيما يرى مراقبون أن هذا الموقف ربما أتى فيما يشبه مقايضة الملف اليمني بالملف السوري بين روسيا وطهران والمملكة العربية السعودية. الأهم أن موقف موسكو الأخير الذي أكد دعمه للحكومة اليمنية وقطع صلة روسيا بالانقلابيين سيعزز من الموقف الدولي الموحد إزاء اليمن، وهو ما يعتبره مراقبون مكسبا دبلوماسيا يصب إجمالا في صالح الحكومة والرئيس هادي. كل هذه المعطيات سنناقشها في حلقتنا هذه من زوايا الحدث، لكن قبل أن نبدأ نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. هل تغير الموقف الروسي تجاه اليمن؟ وهل سيفضي تماما لرفع الغطاء السياسي للميليشيا في المحافل الدولية؟ سؤال ستجيب عنه الساعات والأيام المقبلة. منذ الاستقلال بحسب وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، فإن موسكو أكدت دعمها للحكومة الشرعية وقطع تواصلها مع الميليشيا. قبله أكد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن موسكو تدعم تنفيذ القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن تجاه اليمن. تطور الموقف الروسي جاء متناقضا مع مواقفه السابقة، فمنذ اللحظات الأولى للانقلاب واجتياح العاصمة صنعاء قابل الروس الرفض الشعبي والسلطات الشرعية بالتشكيك والجهود، فرفضوا حتى مجرد إدانة الانقلاب على السلطة. بل ورت موسكو في عهد لافروف وجهة نظر خاصة بها تجرم الحرب وتنحاز إلى الميليشيا قولا وفعلا، غير مبالية بأية أبعاد أخلاقية أو إنسانية، فظلت بعيدة عن الموقف الدولي الموحد إزاء ضرورة إنهاء الانقلاب ورد الاعتبار للسلطة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي. ومع اشتداد الحرب وتوسع رقعتها وتقدم قوات الجيش والمقاومة على الأرض، دعا الروس ميليشيا الحوثي والمخلوع للدخول في محادثات السلام، لكنهم لم يطلبوا منها الانسحاب من المدن وتسليم السلاح للدولة، ثم أعلنوا دعمهم لمهمة المبعوث الدولي لليمن، دعما لم يكن أبدا على حساب الغطاء السياسي في المحافل الدولية، والذي بلغ ذروته في تصلب الروس وعدم تصويتهم على مشروع القرار الخليجي المقدم إلى مجلس الأمن الذي تضمن إدراج زعيم الميليشيا ضمن قائمة العقوبات في إبريل من العام الماضي، وهي خطوات اعتبرت سببا في إطالة أمد الصراع وإراقة مزيد من دماء اليمنيين. لطالما كانت موسكو محطة الوافدين من تحالف الميليشيا وجسر تواصل مع طهران الداعم الرئيس للحوثيين بالمال والسلاح والموقف، ولطالما كان الموقف الروسي عامل خلل في الموقف الدولي الموحد تجاه اليمن، واعتبرته الميليشيا غطاء سياسيا في مجلس الأمن باعتبار موسكو ضمن الدول العشر الراعية للفترة الانتقالية والتسوية التي انقلب عليها تحالف الحوثي وصالح. مشاهدينا، موضوع حلقتنا نناقشه مع ضيوفنا من الرياض مستشار رئيس الجمهورية دكتور محمد موسى العامري، ومن موسكو الأكاديمي والباحث السياسي عبد الباري باكر، على أن ينضم إلينا لاحقا من لندن المحلل السياسي دكتور محمد جميح. أبدأ معك دكتور محمد، مساء الخير بداية. دكتور يا حياكم الله. دكتور، حدث تطور جديد في الموقف الروسي بخصوص اليمن إن صح التعبير، ما حقيقة هذا التطور والدوافع التي سببته بحسب معلوماتكم؟ دكتور محمد؟ دكتور محمد موسى؟ يبدو أن الدكتور لا يسمعنا إلى الآن. على كل حال، نحن شاهدنا بالأمس أن وزير الخارجية اليمني الدكتور معالي الوزير عبد الملك المخلافي كان
في روسيا وقام ببعض التصريحات الإعلامية وضح فيها أن موقف روسيا بخصوص اليمن يأتي في سياق الموقف الأممي الموحد بشكل عام حول القضية اليمنية التي تدعم بشكل عام تنفيذ القرار الأممي 2216. هناك الأخبار قالت أن هذه الزيارة جاءت بخصوص المنتدى العربي الروسي، وضمت هذه الزيارة 6 وزراء وكذلك مسؤولين عرب، مع كانت هذه يعني حدثت هذه اللقاءات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. هناك من يتحدث عن أن مسؤولية الشرق الأوسط أن هناك تبادل للأدوار في الملفات سواء في اليمن أو في روسيا مع روسيا والمملكة العربية المتحدة بشكل عام. إذن ينضم إلينا الآن الدكتور محمد موسى العامري. دكتور مساء الخير. مساءكم الله بالنور، مرحبا، أهلا وسهلا. دكتور، إذا ما صح التعبير، هناك يقول كثيرون أن هناك حدث تطور جديد في الموقف الروسي بخصوص اليمن، ما حقيقة هذا التطور ودوافعه بحسب معلوماتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، من حيث المبدأ الروس هم مع القرار 2216 ولم يغيروا موقفهم علانية أو بصراحة. صحيح أنهم في التصويت لم يكونوا كغيرهم من بقية الدول العضوية، لكنهم من حيث الجملة والذي نسمع منهم بصورة مباشرة أنهم مع القرار 2216. صحيح نحن ندرك أن هناك أشياء قد تكون يعني خلف الكواليس، وأن هناك تشابك مصالح بين الروس والإيرانيين في الملفات المختلفة سواء في سوريا أو في اليمن، لكن من حيث الأصل الروس هم مع موقفهم الأول، ونحن طالما هم مع موقفهم الأول نعتبر هذه خطوة إيجابية وخطوة جيدة، ولا شك أيضا الروس يعني لهم مصالحهم في المنطقة بشكل عام. طيب، يعني هناك من قال أو يعني رأى التصريحات الإيرانية التي تتحدث عن موقف روسي إيراني يعني يتسق مع موقفهم من القضية السورية سيكون في اليمن كذلك. هناك من تحدث على أن هذا الموقف هو يأتي خلافا لهذا المواقف التي تظهرها روسيا بشكل عام. الإيرانيون حاولوا فعلا أن يزجوا بالروس في موقفهم، لكن الروس ردوا سريعا عليهم بهذا الموقف الجديد الذي يؤكدون فيه ثبات موقفهم السابق، وهذا شيء يعني جيد بالنسبة للشرعية والحكومة اليمنية. أعتقد أن الروس يعني أيضا لديهم مشاكلهم المتعددة، وقضية سوريا أيضا يعني لا تزال يعني ربما تفهم في سياق أنهم قد يعني دخلوا في إشكالية كبيرة، فلا أعتقد أنهم يكررون هذا في اليمن. اليمن طبعا يختلف الموقف بالنسبة لسوريا، اليمن يعني دولة شرعية معترف بها، تعرضت لانقلاب صريح وواضح من قبل ميليشيات الحوثي، وصالح الروس كانوا مشرفين أو إحدى الدول التي ترعى العملية، عملية الانتقال السلمي في اليمن منذ المبادرة الخليجية مرور المؤتمر الحوار الوطني إلى يومنا هذا. أعتقد أنه ليس هناك يعني مبرر أو يعني ما يدفع الروس إلى تغيير موقفهم. طيب، يعني بحسب هذه المعطيات دكتور محمد، إلى ما يعني ما هي مسببات وجود وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في موسكو بشكل عام؟ الدكتور وزير الخارجية يقوم بزيارات مختلفة لموسكو ولألمانيا وبريطانيا وغيرها من في إطار الحركة الدبلوماسية التي يعني توضح للمجتمع الدولي الموقف اليمني ومرونته، وأنه حريص على السلام، وأن هذه قوة متمردة ويعني تريد زعزعة الأمن في المنطقة بشكل عام. أعتقد أنه يأتي في سياق الزيارات الطبيعية. صحيح الروس يعني تربطهم باليمن علاقات قديمة ومتينة، والوزير الخارجية يعني أراد فعلا تجديد هذه الزيارات وتمكينها من خلال هذه الزيارة ومن خلال زيارات أخرى متعددة كذلك. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور. ينضم إلينا الآن من موسكو الدكتور عبد الباري باكر، الباحث والمحلل السياسي. دكتور عبد الباري، إذا ما تحدثنا عن المحددات أو المعايير التي تحكم السياسة الروسية تجاه اليمن، هل فصلت لنا هذه المعايير والمحددات؟
حياكم الله. المعايير التي تنطلق منها السياسة أو الموقف الروسي تجاه اليمن هي معايير مبنية على عمق علاقات حقيقية وقوية منذ 88 عام، هذا في الأساس في المجمل. العلاقات هذه تطورت ومضطردة. الآن الذي صاير في الأزمة اليمنية أن الروس كمبدأ كسياسة مبدئية في الثقافة السياسية الروسية عندهم أنهم ينطلقون من مبادئ التي تدعم الدول الشرعية، فلذلك لا يمكن أن يكون الموقف الروسي سلبي، والموقف الروسي لحد الآن موقف متوازن ومقبول إلى حد كبير، وهذا ما تأكد في المرحلة المتأخرة في الأيام الأخيرة هذه التي صار الموقف الروسي فيها واضح للعيان بأنه موقف ليس مع أو كما يصور مع العملية الإنقلابية أو مع المخلوع أو جماعة الحوثي، بل هو موقف مع الشرعية، ولا زال يدعو إلى وقف الحرب، وقف القتال بالطرق السلمية في ظل إعادة الشرعية وإسقاط الإنقلاب. طيب يعني الموقف الروسي الأخير إذا صح تعبير عن أنه موقف، هل جاء لنفي ما حاول مستشار خامنئي توضيحه من تعاون مشترك بين إيران وروسيا في سوريا وقد يشمل اليمن مستقبلا؟ التصريحات الأخيرة وما ظهر من الموقف الروسي الأخير هو لم يأتي بنفي موقف سابق، هو حقيقة هو أتى لتأكيد الموقف السابق المبدئي من الأزمة اليمنية. الموقف الروسي لحد الآن منذ بداية الأزمة اليمنية هو لم يكن هناك موقف سلبي بمعنى الموقف السلبي من الأزمة اليمنية أو الموقف المؤيد أو المؤازر لجماعة الحوثي والمخلوع صالح. الموقف كان منذ البداية أكد على دعم أنه يقف مع الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة، لذلك هذا الموقف الآن هو الذي حصل الآن إيضاح في تفصيلات من الموقف الروسي، لذلك لا يمكن لروسيا كما نقرأ هنا بأنه لا يمكن لروسيا أن تضحي بعلاقات استراتيجية وعلاقات تاريخية لأجل جماعة وشخص يعني لا مستقبل لهم على الإطلاق. نعم، طيب تفضل بالبقاء معنا دكتور عبد الباري. أعود إلى دكتور محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية. دكتور محمد، يعني الحكومة كيف تنظر إلى وجود البعثة أو يعني ممثلية دبلوماسية روسية متواجدة الآن في صنعاء، ويعني تستقبل أحيانا كما شاهدنا كثير من الأيام سواء ممثلين عن الحوثيين أو الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح؟ أنا أقول يعني نحن من حيث العاصل كما ذكرنا سابقا يعني الروس يعني لهم رؤيتهم، لهم طبعا لا ننكر أن الروس أيضا لهم مصالحهم الاستراتيجية مع الإيرانيين، ومن ثم يعني يحاولونهم أيضا أن يعني يرسلوا رسائل بطريقة أو بأخرى بأنهم يعني مع الشعب اليمني في كل أحواله وفي كل ظروفه. نحن ننظر إلى هذا الأمر أنه يأتي في سياق الأمر الطبيعي، وإن كنا فعلا نطمح أن يكون الأمر يعني متسقا مع بقية دول أعضاء مجلس الأمن. دعني أقول لك يعني الأمر المهم في هذا أنه حصل في الحقيقة في بداية العملية الانقلابية حصلت بعض التراخي من بعض الدول تجاه الموقف من الشرعية، ولكن بعد أن استعادت الحكومة الشرعية يعني الوضع وأصبح الميدان يعني مختلفا تماما، حرية الجنوب تقريبا بشكل كامل، كثير من مناطق الشمال يعني كثير من الدول يعني غيرت نظرتها وغيرت طريقتها وأصبحت يعني تتعامل أيضا مع أنها معترفة من ناحية النظرية، لكن أيضا من حيث الجانب الواقعي أصبحت يعني أكثر تماسكا مع الشرعية. فالموقف على الميدان أيضا له أثره في البقاء على العصر الذي كانوا عليه من قبل. إذا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أعود إلى دكتور عبد الباري باكر. دكتور، يعني إذا بحسب ما أذكر أن روسيا طلبت جلسة لمجلس الأمن للنظر حول تطورات الوضع الإنساني، ما مدى أهمية يعني يعني الوضع الإنساني ومعاناة الناس بالنسبة لروسيا في الملف اليمني؟ روسيا تنظر بجدية للموقف الإنساني والأزمة الإنسانية الخانقة التي تمر بها البلاد في اليمن
وخاصة ما يحدث في تعز وبعض المناطق اليمنية. هناك كثير من التقارير المغلوطة التي تروي دوليا وليس في روسيا فقط، إنما في منظمات دولية ومنظمات محلية يمنية تروج تقارير مغلوطة بأن هنالك وضع إنساني وكارثي ومزري بسبب التحالف العربي. وحقيقة الأمر إذا ما عقدت مثل هذه الجلسة، هي جلسة مهمة لمناقشة الوضع الإنساني في مجلس الأمن، ستتبدل الأمور وتنكشف الحقائق كما هي. وأنا أعتقد أن العالم أصبح يرغب بأن يسمع منا وبأن يرى الموقف الشرعي الحقيقي، ويرغب العالم بأن ينشط الموقف الشرعي كنشاط جماعة الحوثي والمتمردين في مجال الحقوقي والمجال الإنساني. فلذلك الموقف الإنساني من الأزمة اليمنية موقف مهم، والروس هم مركزين بشكل إجمالي في وسائل الإعلام العامة والخاصة الروسية هنا على مسألة الوضع الإنساني. وأحيانا يتم التطرق من بعض وسائل الإعلام إلى أن هذه الكارثة هي بسبب الشرعية والتدخل والتدخل العربي في اليمن، ولكن هناك نوع من الطرح بأن هنالك أيضا اعتداءات همجية من جماعة الإنقلاب. فلذلك الأمور هي تأتي في هذا السياق. طيب هل ساهمت الزيارة الحالة الإنسانية هو معالجة الحالة الإنسانية بعيدا عن التجارب؟ هل ساهمت زيارة وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ويعني وزراء خارجية عرب بالإضافة إليه في تغيير هذه الصورة التي يعني تنقلها بعض منظمات المجتمع المدني؟ حسب كلام نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأستاذ عبد الملك المخلافي، أكد أن هو طرح للروس هذه الرؤية، والروس أبدوا تفهمهم الكامل للحالة اليمنية. هناك نوع من التفهم وهناك نوع من التوافق على كثير من المسائل في الشأن اليمني كما وضح معالي الوزير. إذن الأمور أنا أعتقد أنها تسير في مسار إيجابي، ولكن لا زالت الدبلوماسية اليمنية خاصة في البلد هنا بحاجة إلى تنشيط أكثر من هذا الحالة التي تمر فيها. نحن الآن للأسف الشديد هي الحالة الدبلوماسية الوحيدة الموجودة الآن هي وزير الخارجية، ثم يسافر وزير الخارجية، السفارة معطلة أو شبه معطلة، ونعتقد أن إغلاقها أفضل من بقائها على هذا الحال. هي لم تكن إيجابية إلى اليوم، وإن لم تكن إيجابية فإغلاقها أفضل من بقائها كداعمة لقوى الإنقلاب والتمرد. طيب تفضل بالبقاء معي دكتور عبد الباري. سأعود إلى الحديث حول الوضع اليمني في روسيا، وضع الجالية اليمنية بشكل عام في روسيا، لكن قبل ذلك أرحب بالدكتور محمد جميح المحلل السياسي معنا من بريطانيا. مرحبا دكتور محمد. هلا هلا دكتور. يعني تأكيد موسكو دعمها للحكومة اليمنية وقطع تواصلها مع الانقلابيين جاء بعد حديث مستشار خامنئي علي ولايتي أن سياسة مشتركة مع روسيا ستتضمن 3 دول عربية بينها اليمن. كيف نفهم هذا التصريح في سياق تطور الموقف الروسي الأخير؟ طبعا الإيرانيون يطرحون بالونة اختبار بين الحين والآخر، هذا ما ينبغي أن نفهمه بالخطاب الإعلامي والسياسي الإيراني. الإيرانيون قالوا قبل ذلك بأن على سبيل المثال قاسم سليماني زار روسيا وكان خبرا رئيسيا على وكالة فارس نيوز، وأنه التقى بالرئيس الروسي بوتين. قاسم سليماني محظور على الالتقاء في قرارات دولية من مجلس الأمن. شعر الروس بالحرج واضطروا لأن يعلنوا بأن الرئيس الروسي لم يلتقي قاسم سليماني وأن سليماني لم يزور روسيا على الإطلاق. الإيرانيون لهم أهداف ولهم أجندة ولهم سياسة مختلفة عن الروس، يلتقون ويختلفون في نقاط كثيرة. ما يخص وضع اليمن عندما قال ولايتي بأنه ينسق مع روسيا، هذا تصريح إيراني، والذي فهم خطأ أنه أيضا توافق روسي. لم يكن توافقا روسيا، بل إن الروس والإيرانيين غير متوافقين تماما وغير متطابقين حتى في سوريا، لا هيك عن التطابق في اليمن. لا ينبغي أن نفهم تصريح وزير المسؤول الإيراني ولايتي علي أكبر ولايتي إلا أنه شأن إيراني ويخص سياسة إيرانية لا دخل للروس فيها. الإشكال ليس في الروس، الإشكال في الجانب اليمني، في جانب الشرعية التي لم تتواصل حتى الآن، التي لم تفعل بعدها الدول. نعم دكتور، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور محمد جميح. أعود إلى دكتور عبد الباري باكر. دكتور،
يعني نحن نشاهد الكثير من التعويل من قبل قوى الانقلابيين على تدخل روسي مشابه، وشاهدنا كثير من الزيارات للرئيس المخلوع للسفارة الروسية في صنعاء. برأيك هل هذه محاولات ستجدي في أي حال من الأحوال في محاولة إنقاذ للانقلابيين؟ أولا يجب أن نضع محدد واضح وصريح بأن روسيا ليست مديرية من مديريات صعدة وليست ولاية من ولايات إيران. روسيا دولة عظمى وعضو مجلس الأمن ولها قرارها ورأيها وموقفها السياسي، ليس تابع لجماعة مسلحة وليس تابع لدولة مارقة في نفس الوقت. لذلك هذه الدعوات وهذا العمل الحثيث الذي تقوم به جماعة الانقلاب ومن يواليهم لحرف المسار الروسي والموقف الروسي، أنا أعتقد أن الذي يجعل هذا الصوت يعلو عاليا هو مثل ما ذكر الدكتور محمد جميح، هو هناك التباطؤ أو التأمل اللي نسميها التباطؤ من جانب الشرعية. إذا ما رأينا في العمل الدبلوماسي والحراك الدبلوماسي في روسيا والتواصل مع الروس، بالأمس السفير الروسي في اليمن يشكو ويقول أنه نحن نعاني بأنه أنتم لا تتواصلوا معنا في اليمن، أنتم لا تتواصلوا معنا، فلذلك نحن لا نتواصل مع الروس، فكيف نريد أن يكون هناك موقف روسيا متلائم أو متطابق بشكل كبير جدا مع الحالة اليمنية؟ هذا لا يمكن ولا ينبغي. ومع ذلك لا زال الموقف الروسي لحد الآن موقف متوازن وموقف جيد ومقبول في الأزمة اليمنية. لا يمكن الربط كما تسعى جماعة الحوثي وجماعة الانقلاب وإيران ومن خلفهم يسعون في تصوير الملف اليمني أو ربط الملف اليمني بالملف السوري وتصوير بأنهم ملف واحد مشترك. حقيقة الروس يدرك جيدا إلى الآن بأن هذا الملف مختلف وأن الملف اليمني غير الملف السوري. نعم. لأن الروس كانوا على اطلاع منذ الوهلة الأولى بالملف اليمني وكانوا جزء أساسي من الدول العشر الراعية للسلام وكانوا مطلعين على كل التحولات التي حصلت وصارت في الدولة اليمنية والانقلاب عليها ثم المطالبة باستعادة شرعية الدولة. أشكرك شكرا جزيلا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد الباري باكر، كنت معنا من موسكو. نعود إلى دكتور محمد جميح. دكتور، يعني تحدث الدكتور عبد الباري باكر عن أن الحكومة اليمنية لا تتواصل مع الروس بشكل كافي، إلى ما تعزو هذا التواصل؟ طبعا أنا أعتقد أن الموضوع يعني لا ينبغي أن يبسط. هناك شكوى من السفارات اليمنية في كثير منها في الخارج لا تزال لم تفعل، وبعضها أيضا لا تزال في عناصر مؤيدة للانقلابيين. عندما تتحدث إلى هذه السفارات أو إلى مسؤولين فيها يقولون بشكل أو بآخر بأنهم مرتبطون بصنعاء والسلطة الحاكمة الفعلية في صنعاء، لأن الذي على سبيل المثال مرتباتهم تأتي من صنعاء من سلطة الانقلاب في صنعاء، وبالتالي لو اتخذوا موقفا آخر ربما يتغير الوضع بالنسبة لهم. لذلك هم يريدون أن يمسكوا العصب من المنتصف إنجاز التعبير في بعض الأحيان من أجل أن يضمنوا استمرارية مستحقاتهم المادية من صنعاء. المشكلة هنا أنه صحيح أن المستحقات تأتي من صنعاء. عندما تحدث المسؤولين في الأمر لماذا لا تزال تأتي من صنعاء يقولون لأنها تأتي من البنك المركزي اليمني، وهناك سياسة تحييد البنك المركزي اليمني أثناء هذه الحرب يستمر بصرف أجور موظفي الدولة في كل مناطق اليمن وفي السفارات الخارج باسم الدولة اليمنية، ناهيك يعني بغض النظر عن الفرقاء المتصارعين. لكن في حقيقة الأمر أن هذا الأمر يؤدي إلى تكريس سلطة الانقلاب ويؤدي إلى أن الموظفين في الخارج في الدبلوماسيات البعثات الدبلوماسية ربما يميلون أو يدينون بالولاء للسلطة الفعلية داخل صنعاء لأنهم يتواصلون مباشرة معهم لأن مرتباتهم تأتي من هناك. والمسألة ترتبط بوضعية البنك المركزي اليمني ومدى إمكانية الشرعية قدرتها على تحويل البنك إما إلى العاصمة المؤقتة عدن أو أن تفتح حسابات أخرى في مصارف تخص واهي فيما يخص البعثات الدبلوماسية في الخارج. لكن هناك من يقول أيضا بأن الموضوع في اليمن ربما كان أقرب من هذه الخطوات البعيدة، وبالتالي تظل الأمور على ما هي عليه لأنه سيصار إلى حل إما بالحسم العسكري أو بالحل السياسي، ولا ينبغي المساس بشرعية البنك المركزي اليمني. لكن الوضع معقد، وعلى كل الاحتمالات وعلى كل القراءات ينبغي للخارجية اليمنية أن تفعل من أدائها، لأن هناك دول فاعلة هنا في أوروبا يجوبها
مسؤولون من حزب الرئيس عبد الله صالح يلتقون بالبرلمانيين، يلتقون بمسؤولين في وزارة الخارجية، يلتقون بأعضاء ورؤساء أحزاب سياسية، يلتقون أيضا بمجلس اللوردات هنا في بريطانيا، والآخرون لا يحركون ساكنا. ونريد من المجتمع الدولي أن يستوعب آمالنا وطموحاتنا، وأن يستوعب أيضا طروحات الشرعية. ما يكون الأمر بهذا الشكل، ينبغي أن تكون هناك حراكات دبلوماسية فاعلة، إن لم تكن على مستوى السفارات فتكون على مستوى وزارة الخارجية. ينبغي أن لا ينقطع المسؤولون عن على الأقل الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. هذه دول مهمة، ويمكن لتوجهاتها السياسية أن تؤثر بالفعل في مسار العمل السياسي والعسكري والميداني في اليمن. قبل يومين الاتحاد الاوروبي، البرلمان الاوروبي يقر او يطالب بحظر توريد الاسلحه على الدول المشاركه بالتحالف العربي، وهذه خطوه، وان لم تكن الخطوه الاهم لكنها خطوه مهمه، لان قرار او مطالبه البرلمان الاوروبي لا تعد نافذه لا تعد ملزمه للدول الاعضاء الا اذا اقرت من قبل حكومات هذه الدول. لكن هذا يعني ان الدوله اليمنيه، الشرعيه اليمنيه، لا تقوم بواجبها كما ينبغي في ايضاح المساله اليمنيه لهذه الدول. اشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي دكتور محمد جميح، كنت معنا عبر الهاتف من بريطانيا. اذا مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا الى ختام حلقه اليوم. في الأخير لا يسعني إلا أن أشكركم وأشكر ضيوفي الذين كانوا معي عبر الهاتف. في الختام أيضا تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان، وتحيات معد الحلقة محمد القاسم، وكذلك تحية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.